النهارده الصبح طبعا كلنا صحينا على ريح ورعد ومطر، ومش عارفه كان وائل كفوري بيقول ايه، برق ورعد وريح، وكان ليه كده اغنيه مشهوره قوي النهارده الصبح طبعا. بس ده ما كانش مفاجئ بالنسبه لنا، لانه الحقيقه انه هيئه الارصاد الجويه من ايام قليله كانت قايله انه من الاربع مساء ربما من الخميس هيكون في يعني تغير وانخفاض في درجات الحراره، وهيكون في ربما سقوط الامطار. عايزين نعرف الحقيقة الشكل كده العام النهاردة، وهل درجات الحرارة المنخفضة، هل الرياح اللي هبت صباح اليوم، هل سقوط الأمطار ده هيستمر كذا يوم ولا لأ؟ احنا كده بشكل رسمي دخلنا فصل الشتاء ولا لسه؟ خلونا ناخد هاتفيا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كان في يعني تحذيرات او بيانات من حضراتكم قريناها الحقيقه في الايام القليله الماضيه انه هيكون بالفعل في تغير في درجات الحراره والمناخ والطقس بصفه عامه ابتداء من اليوم، بس خليني اسال حضرتك اكتر عن تفاصيل الجو دلوقتي. اصلا درجه الحراره كام؟ طبعا في مناطق هنا زي اكتوبر، مناطق زي التجمع، الحاجات دي فيها انخفاض اكتر في درجات الحراره. سقوط الامطار الى اي مدى منتظر انه يستمر؟ يعني رؤيه عامه كده من حضرتك يا دكتور من فضلك عن حاله الطقس والمناخ على الاقل اليومين دول تقريبا. يعني احنا النهارده بيعتبر تاني يوم لحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وهي هتستمر معايا برضو لحد يوم الجمعه، نهايه يوم الجمعه تكون انتهت حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. زي ما احنا قلنا متمثله في نشاط الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، وامطار الامطار بتبقى تختلف من مكان لمكان في شدتها، ولكنها بتبقى شديده على السواحل الشماليه و ثلاثة جبال البحر الاحمر وسيناء سواء شمال او جنوب. هي بتبقى خفيفه الى متوسطه على على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد. طبعا نشاط الرياح ده اثر جامد على المواني، والامطار طبعا كانت غزيره على سيناء خاصه مدينه سانت كاترين. ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك مستمر معايا بكره هذا الكلام. طبعا حصل انخفاض في درجات الحراره بعد ما كانت 33 على سبيل المثال في القاهره، النهارده الجمعه ان شاء الله توصل 28، اليوم السبت هتوصل 26، يعني في انخفاض مستمر في الحراره، لكن مع نهايه الجمعه تنتهي الظواهر الجويه المتمثله في نشاط الرياح والامطار. طيب يعني لغايه يوم السبت ان شاء الله الحراره هتنزل كمان اكتر، هتبقى 26 ان شاء الله، وهنستمر بقى في الطقس دوت الاسبوع ده ان شاء الله، ويعني هكون نرجع بقى للجو الخريفي الجميل تمام. طيب حضرتك طبعا اديت فكره عن المواني وكده، بس عايزه لو نصيحه من حضرتك لكل اللي طبيعه عملهم او ظروفهم الحياتيه بتخليهم ياخدوا طرق سفر كتيره يسافروا، هل في اوقات معينه يبعدوا فيها؟ هل في شبوره مثلا دلوقتي؟ هل ده وقت شبوره في اوقات معينه او لا؟ شكرا لحضرتك على هذا السؤال، لاني ارجو ان الكلام اللي احنا هنقوله التحذير هنقوله يتاخذ نقط الجد من الساده السائقين، لان النهارده كان شيء حزين جدا ان رغم كل التحذيرات الا ان في حصل حوادث كتير على الطرق بسبب الرعونه في السواقه رغم انخفاض الرؤيه. فنرجو طبعا الطرق دلوقتي فيها في بعض الطرق عليها شبوره مائيه، والبعض الاخر عليه الامطار اكثر على الارض كالارض ذلكه، فنرجو من الجميع يتوقع اقصى درجات الحذر، يقلل السرعه بتاعته اثناء انخفاض الرؤيه واثناء وصول الامطار، يخلي مسافه كبيره بينه وبين الطياره اللي قدامه، الاضواء الطياره الاماميه والخلفيه والفلاشر كله بيبقى منور. يعني لو رأيت رؤيه بطريقه انت مش شايف خالص، يا ريت ان احنا ناخد اقصى اليمين ونخلي الطياره منوره، ونقعد ننتظر شويه حتى تفتح الرؤيه شويه حفاظا على ارواح الجميع. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه النصائح ويعني توقعات الطقس وهذه البيانات، جزيل الشكر دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. حين في كل الاحوال ناخد بالنا جدا من الطرق، يعني حتى لو كنا في قلب القاهرة أو في قلب المحافظات ومفيش هاي واي ومش ماشيين أصلا بسرعة، بس احنا لغاية دلوقتي بنشوف كلنا اللي ماسك الدريكسيون وماسك الموبايل في ايده بيتكست مسج، يعني واللي مشغول واللي بيكلم صاحبه اللي جنبه، يعني احنا بجد احنا عندنا لسه سلوكيات غريبة في موضوع السواقة ده.
يعني ده كمان بتكلم على انه لو لا قدر الله حصل حاجه زي كده وانت في زحمه، مش تبقى الاصابات جامده قوي زي ما بيكون فكره هاي واي والعربيات كلها ماشيه بسرعه. فيا رب الخير كله ويا رب السلامه كلها لنا جميعا. في كام حادثه كده النهارده كانوا حصلوا، في يوم حادثه يمكن هنلقي يعني هنتكلم عنها ان شاء الله في خلال اخبارنا. لكن بمناسبه الرياح اللي شبت النهارده الصبح والناس كانت قايمه الصبح كده شايفه الريح، خلوني افكر حضراتكم وافكر نفسي بحديث شريف عن اشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كان اذا عصفت الريح قال: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به، عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله يا رب ربنا يكتب السلامه لنا جميعا. تعالوا نطلع نشوف مع بعض تقريرنا الاسبوعي اللي بنقدمه كل يوم خميس عن ابرز احداث اللي وقعت على مدار هذا الاسبوع، مش في مصر فقط ولا في الاقليم فقط، في العالم كله. وما زلنا نذكر الاسبوع الثاني على التوالي انه الاوضاع في اليمن اوضاع سيئه للغايه، تهديدات وتحذيرات بحدوث مجاعة من الهيئات المختلفة، هيئات الأغذية والصحة العالمية المختلفة والتابعة للأمم المتحدة، مجاعة ربما لم تشهدها الكرة الأرضية منذ ما يقرب من 100 عام. علينا أن نلقي الضوء جميعا عما يحدث في اليمن، أوضاع هناك كارثية. أحداث الأسبوع ونرجع على طول نبدأ مع حضراتكم مساء الدين. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والدولية. الرئيس السيسي يشهد احتفالية